اجنده سنتي. في اجنده سنتي نقدم لكم اهم المواعيد الطبيه والعلميه لاطبائنا التوانسه. اليوم باش نحكي لكم على 30e كونغري ناسيونال دو لا سوسيتي تونيزيان دو باثولوجي انفكسيوز بريفو لو 19 و لو 20 ماي 2022 بحد النزول الخاصه بالحمامات. لا بلاتفورم دو سوميسيون دي ريزومي سورا اوفيرت دون لي بروشان جور و لو ديرني دولي دو لا سوميسيون دي ريزومي est fixé pour le 7 mars 2022. Acte de d'inscription à la page officielle Facebook l'idat al-Hayat FM idat al-Qaira wala saham. هذا فيما يخص 30e congrès national de la société tunisienne de pathologie infectieuse من 19 حتى 20 ماي 2022. نعاود نذكركم لي تيم بالنسبه للسنه: actualité en microbiologie, le paludisme, la tuberculose, Covid-19 و اليورا aussi دي workshop. كان تيدي اجنده سنتي بالنسبه لليوم. Agenda santé.